التقى حاكم إقليم بوركو داود حماد بشير مع الفاعلين الاقتصاديين والتجار من أجل مناقشة ظاهرة غلاء المعيشة وضرورة ضبط الأسعار في الأسواق. تقرير آدم حنفي فاضل. في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها حاكم إقليم بوركو داود حماد بشير مع المسؤولين والإداريين بالمنطقة ما زالت تتواصل، حيث عقد هذه المرة اجتماعا ضم جميع أعضاء الغرفة التجارية بالإقليم وبعض من التجار، وذلك بهدف مناقشة بعض القضايا المتعلقة بحاجيات السكان كمناقشة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى احترام معايير البنود التجارية والنصوص التجارية التي تهدف إلى تنظيم التجارة على مستوى البلاد، فضلا عن قضايا أخرى هامة كضبط الأسعار وغيرها، موضحا أن كل هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة لن تصبح حبرا على ورق، بل لابد من تفعيلها والعمل بها بالشكل المطلوب دون النظر إلى المصالح الشخصية، كما طلب من جميع التجار التحلي بروح المسؤولية والعمل من أجل محاربة ظاهرة غلاء المعيشة، خاتما حديثه بطلب كافة المعنيين الاستعداد التام من أجل توفير خدمات للمواطنين عبر تسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية لمزاولة الأنشطة التجارية بصورة صحيحة وشفافة. من إقليم بوركو إلى إقليم ويوكبي غرب، حيث أطلق الحاكم السابق للإقليم أطلق فعاليات الورشة التدريبية لصالح عدد من أفراد الشرطة القضائية في الإقليم. تقرير محمود مسلفيل. بهدف رفع كفاءات وقدرات العاملين بالشرطة القضائية بإقليم مايوكبي غرب، نظمت ورشة تدريبية لصالح أفراد الشرطة القضائية بالإقليم، وذلك تحت شعار دور الشرطة في الإجراءات القضائية. منسق الرابطة التشادية لحقوق الإنسان عثمان بشير زائد، والذي قال في كلمته إن هذه الورشة تسمح للمشاركين من تلقي المعلومات الأساسية حول دراسة الفنون المتعلقة بالقبض على المجرمين والخارجين عن القانون، وكذا العمل من أجل احترام حقوق المواطنين. الحاكم السابق لإقليم مايوكبي غرب دينغاماجي ماجور سولناس في كلمته الافتتاحية للورشة قال إن الشرطة القضائية لها دور فعال، حيث تساعد في البحث على المجرمين والمخالفين للقوانين لأجل تقديمهم للعدالة وفق النظم المعمول بها محليا ودوليا. وفي نهاية حديثه طلب من المشاركين الاستفادة من هذه الورشة للخروج بنتائج وتوصيات تخدم الجانب القانوني في تحقيق الأهداف المنشودة. هذا وسيناقش المشاركون خلال أيام مواضيع عدة تتعلق بالإجراءات القضائية بالبلاد. وصل وفد من حزب الحركة الوطنية للإنقاذ MPS إلى مدينة أبشة حاضرة إقليم والداب بقيادة علي عبد الله إبراهيم، بهدف إيصال رسالة الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ لمناضلي الحزب. تقرير محمد عثمان بشير. بهذه الحفاوة البالغة استقبل مناضلو ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم وداي وفد الحركة الوطنية للإنقاذ الذي وصل إلى الإقليم برئاسة عضو المجلس السياسي الوطني للحركة علي عبد الله إبراهيم. فور وصوله عقد الوفد اجتماع عمل مع قيادات ومناضلو ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بالإقليم، حيث قدم خلالها رئيس الوفد السيد علي عبد الله إبراهيم رسالة الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وتضمنت الرسالة في فحواها التزام رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ بتنفيذ مختلف الوعودات التي قطعها لأبناء الإقليم خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2016. متوحدين، مترابطين، و بازلين في خدمة أنا بارتي حتى الفنتروى ريجون أنا كانت وكذلهم شهدوا على ذلك. كلنا في طريقة صحيح، الطريقة ما نخلوه يا جماعة. هذا وقد شارك وفد الحركة الوطنية للإنقاذ إلى الإقليم بقيادة علي عبد الله إبراهيم عند فجر 15 من الشهر الجاري في فعاليات الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة الريفية الذي جرى تنظيمه بمركز إداري أبو قدام حوالي 20 كيلومترا من مدينة أبشة.